أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة. طبعا اليوم تطور الوضع وهذا، وصارت الأمور يعني عن طريق الكهرباء. قال: في شرطة محجم، وشربة عسل، وكية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. يعني كأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك جائز أنك تكتوي في نار، لكن ابعد عنها قدش بتقدر. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام شرطة محجم للحجامة. الحجامة من أفضل أوقاتها 17-19-21 هجري، وفي ناس بفضل الله عز وجل هنا في منطقتنا كثير بيعملوها بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الحجامة رائعة، وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يعني شرطة، يعني بشرط الجسم بشكل خفيف وبيحط كياس ويسحب الماء أو الدم الفاسد من الجسم. وحقيقة اللي عنده كوليسترول واللي عنده دهون وكذا بتنزل هذه الأمور الضارة بفضل الله سبحانه وتعالى حسب علمنا إحنا في هذا الأمر. يكفي أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن الرسول أمر بها أو قال استنوا بهذه السن. قال: أو شربة عسل. شربة العسل إخوانا، الله عز وجل جعل العسل شفاء، فيه شفاء للناس. شوف، ربنا ما قال شفاء للمؤمنين. القرآن فيه شفاء للمؤمنين صحيح، لكن العسل شفاء للناس. ليش؟ لأنه العسل يشرب الكافر والمؤمن ويستشفي به الكافر والمؤمن، أما القرآن فلن يكون شفاء إلا للمؤمنين. فنحرص على تناول العسل باستمرار حتى بإذن الله سبحانه وتعالى تكون أجسامنا كما يحب ربنا ويرضى ويكون من الشفاء. وكية بنار. الآن بقوا إخوانا اللي يجرح ولا كذا والدم نازل يكوب النار حتى يعني يخف النزيف أو يقطع النزيف، اليوم بيكون في الكهرباء بعض الجروح وكذا. وهذا طبعا احنا قلنا قديش بيقدر الواحد يبعد عن الكي بالنار. يا اطباء قديش بتقدر ابعد، خيط، ادبس في دبسات، في هذا شغلكم، الله يعني يبارك لكم يا رب، لكن ابعدوا عن الكي بقدر ما تستطيعوا. واخر امر يكون الكي بالنار، وفيه نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسال الله ان يشافينا جميعا كل من مرضه ايا كان صغيرا او كبيرا، نفسيا كان او جسديا يا رب العالمين، وان يعطينا اجسادا وارواحا طيبه يا الله يا الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.